واتسب باقي للطيب يا ابو سعد، انا اتكلم باسمي وان شاء الله النشامه ذولي ان شاء الله معي ان شاء الله. لك يا ابو بندر لما طلعنا ان شاء الله كل هذه الحوادث اللي تشوفها قدامك ان شاء الله كلنا ننشر كتبك وننشر كل اللي يستاهل. يستاهل ما قصرت معنا اليوم. الله يبيض وجهك يا ابو سعد. انا حتى عندي طلب والله يا ابو سعد. اسلم قول اللي عندك يا ابو. انت بقول كلمه والله يا ابو سعد وبناخذ برضه من ضيفنا ان شاء الله. انا عندي طلب يا ابو سعد. اسلم وان شاء الله ان شاء الله انك قد الطلب هذا. انا والله شفت الضيف اليوم يا ابو بندر. أبو بندر ما هو شاعر في جنت الحالة، أنا معي شعراء وأعلم أني قدر وأعلم أني شعر. وافي هم أبو ركان وسلطان الواهبي ومخلد وأيمن والشباب أعلم أني شعر، فأنا أفضل أن الشباب الخير. بإذن الله بيعطونا وعد إن شاء الله وأنهم قده. أنا بدشل لهم كتاب كتاب خاص فيهم تسجيل لهم وبإذن الله إذا سمح. أبو بندر قل لا إله إلا الله، حنا رياجين طال عمرك أنجز شهر وكتبنا بيتين خير وبركة. انت رجال لك هنا 6 يوم كاتب 350 قصيده. والله صادق ما شاء الله تبارك الله. في فرق بينه وبينك، انت شاعر النسخه ما عليك زود، شاعرنا احنا يا ربعك وتنومسنا والله يبيض وجهك على مواقفك الطيبه كل ابوها مع ربعك وافي والله مع المقدمين مع الاداره مع القناه. الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك ابو بندر يا ابو سعد. سم تراه له فضل كبير في نجاح هذه النسخه. لا والله لا والله كم والله النجاحات وحتى باقي وتمغط في بزنس تو طيب. عاد ان شاء الله موجود ويستاهل شاعر الواقع. اي والله معزود. انا والله من اول اسمع ابيات ما ادري ابو سعد حافظها نواف الابيات اللي علمتنا انها البركان موجود يموت الخوف بيتين كنا ابشر ابشر البيت اللي علمتنا انها البركان كنا نسمعه ونحفظه. ايه شفته لكم شفته يلا هني في ذراك. ايه هذا سمعنا ابو ركان سمعنا بسمعكم غيرها هذه اللي ودك هذه بنرجع لسعود بعد شويه.